هذا مستوفي يا دمورة صار يعني الاسم رباعي محمد المضحى محمد وين محمد محمد طبيعة خدمته طبعا هنا نستلم الملف من الجريح نعبوا له استعلامات السبيانة نتاعه وهنتقصوا عليه انه هو مصاب من الحرب من تطبق عليه اللائحة وبعدين طبعا هنا ننسقوا احنا مع الدكاترة وش بده في العزز نتاع نسبة العزز نتاعه طبعا هنا هذا المقدم لانه هو ما عاد يستطيع انه يخدم نقول لك راه انبترت عنده عينه خسرها اصابات توني عارف انت اصابات الحرب ما تكونش سهله بسيط اللي ينجي منها طبعا اصابات الحروب احنا هنا هو نحدوا له في نسبه الاعاقه نتاعها هو انه كان تلقى يشتغل على سياره كان مدرس كان شرطي كان اي حاجه بعد ما بدها تكرعه شيء مع خلاص انسان قاعد انسان معاق ما عاد عنده ما هو احنا نوفروا له انه على اساس ندير له مرتب منحه هي ونحاول نوفر له حتى هو سيارة نحاول نوفر له أي حاجة تساعد على الإعاقة متاعه طبعا احنا هنا نتعب الهيئة والحق بإذن الله هنا في حاجات الواحد ينقصنا ما فيش حاجة ما تنقص لكن حاول نوفره احنا بإذن الله ما توفر زي النقل بدأت حاجة زي النقل هذين أنا صعب أنا الحروب في الزاوية في زوارة في صرمان في صبراتة عندك الجبل الغربي حتى بصفة عامة كاملة في عندك في مصراتة طبعا احنا هنا درنا مكاتب مكتب الرئيسي طبعا في مصراته وبعدين هنا درنا فرع عنا في طرابلس درنا مرع في الزاويه الغربيه ودرنا في الزنتان ودرنا باقي المناطق درنا كل واحد مندوب وحاول كان سهل الاجراء للشباب كلهم باذن الله وشكرا على قنواتكم وبارك الله فيكم تحت الجلد تحت الجمجمة استقرت تو هي في الفجليبيا فكرت علي ما كاين 14 حب علي نتسرح في الشواجية رد علي واحد من الشباب دوين بالصبح في الصبح ايوه لكن من الوسطى طبعا مشيت لبريطانيا مشيت لتركيا صحوني تركيا قعدت فترة تمام من الجنوب اليوم حطيت مثلين قلبيتين بالضبط جانا لجنة الحصر طلبوا مننا ورق قالوا لي عنده إصابات ممكن يحصروا البرنامج بتاع الإعاقات وتطلع النسبة فما وبالنسبة للإصابة وين بالضبط الإصابة في العزيزية ولاد تليس بالضبط فما وتعرضت لإصابة ثانية في محور أنزار الرئيسي وقد من شيء حتى فجر ليبيا انضربنا احنا انضربنا في حرب البنيان نفس الشيء الحمد لله على كل حال وخلاص من الدولة ما قدمت شيء للجريح قاعد جريح زي ما هو عرفها لتوا ما في شيء والله المطالب واحد جريح شنو بيكون مطالبه قصدي خسر في الخسر رجله وفي الخسر عينه وفي اللي نبتر وفي اللي في نبتر رجله الزوز ممكن انا نعتبر راه اللي قدمته قطره في بحر عرفت في اللي قدم اكثر مني في اللي عطي رجله الزوز قصدي خسر نص حياته هو في اللي فقد بصره فما قدام جواز وكذا واحد المسؤول شنو يهمه المسؤول همه الكرسي والامور طيبه فما احنا وقود الحرب احنا طلعنا لله قبل كل شيء وثاني شيء للوطن عرفت ربي يشفي الجرحى وان شاء الله ربي يرحم الشهداء احنا والله القضيه قصدي من 2011 ونضحى عليها لتوا وان شاء الله يسلم الله الحال يا اخوي